اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين معكم ضابط عزام من قناه الشرطه والامن وفي هذا الفيديو بنوجه نصيحه للزملاء والمواطنين وزملائي المدربين المسؤولين عن تدريبات عناصرهم وكذلك اللي بيدربوا المدنيين بالنسبه للاسلحه الناريه وكذلك المواطنين اللي بيروحوا على الرمايه بشكل منتظم في بعض الاشياء بعض الملابس او العده المعدات اللي لازم تكون موجوده معنا على اساس انها تحمينا وزي ما بنقول دائما السلامه اولا بنبدأ دائما من الاعلى اللي هو دائما نبدأ بشيء طبعا الطاقية او القبعة اللي ممكن تلبسها على الراس على اساس انه تحميك من اي رصاص بتطاير الظرف اللي بيكون اللي بيخرج من السلاح سواء كان بندقية او كان سلاح يدوي او مسدس فهذا بيحميك من اي شيء متطاير كذلك بيحميك من الشمس بيحميك من يعني عوامل الطبيعة فدائما بنصح بانه يكون عندك نوع من التقياس يعني سواء كان هذا النوع او اي نوع ثاني على اساس يحمي الراس. النظاره ممكن هي تكون نظاره كلير او مثلا نظاره تكون مثل هذا اللون لون اسود او لون يعني اصفر او لون اي شيء ثاني على اساس يحميك من الشمس. ممكن نستخدم السدادات ممكن نستخدم السدادات الصغيره اللي ممكن توضعها بالاذن كذلك ممكن تستخدم السماعة هذه اللي بسموها الاير ماف الكترونيك اللي نوع الكتروني الجيد فيها انه ممكن يعني بتشغلها بتطفيها ممكن وفي ايضا بيجي فيها زي مايكروفون الهدف منه اللي هو تخفيض الصوت العالي ورفع الصوت المنخفض يعني في حاله انك بترمي في السلاح او بتشتغل مثلا على يعني ممكن بتشتغل في مجال مثل نجار او حداد او كذا الصوت العالي ممكن انه هذا يخفضه وكذلك الصوت المنخفض ممكن يعليه ممكن نستخدمها في اي حالات في الرمايه كذلك اذا رميت مثلا اول رصاصتين او ثلاث او كذا وبعدين بدي اتكلم مع الشخص اللي جنبي او المدرب انا المدرب بدي اتكلم مع العنصر او المدني اللي انا بدرب فيه ممكن اني أسمعه ويسمعني اذا كنا بنستخدم بدون رفع الصوت كرر ويعني نرفع الصوت. ايضا ممكن توضع السماعه فيها بيجي السماعه على الجهتين او الميكروفون بيجي على الجهتين دائما هذا بيكون باتجاه السلاح او باتجاه الصوت العالي اذا انا مصوب سلاحي للامام لازم تكون السماعات او الميكروفون لازم يكون باتجاه الامام اساس يعمل الوظيفة اللي هو مصنوع مشانها أيضا في أنواع ممكن تستخدمها اللي هي لا تشتغل على البطارية ولا على أي شيء ثاني لكن ممكن توضع هاي بالأذن مثل سماعة الهيدفون اللي ممكن تستخدمها في تسمع مثلا على على تلفونك أو على الآيباد ولا ولا اللي هو فممكن تستخدم اللي, اللي بيشوفوا الآن الجهة هذه ممكن إنه تفتحها طبعا هي بتكون هاي الجهة للشمال والجهة الأخرى لليمين ممكن تفتحها على اساس تسمع الصوت العادي الطبيعي للشخص اللي جنبك وبعدين بتسكرها لكن هي بتضل على الاذن كذلك بالنسبه للجهه الثانيه او ممكن تستخدم السداده اللي بتوضعها بالاذن وممكن ايضا تستخدم هاي على فوقها توضع على فوقها اللي عنده حساسيه من الصوت العالي وهذا الشيء بيكون طبيعي بالنسبه للي بيستخدم السلاح لاول مره بيشوف هذا الشيء كثير القميص دائما بنصح انه يكون في الكبه او الطاق على اساس انه يحميك من وقوع الرصاصات فيها بداخل القميص على اساس انه ما ينزل في ظهرك او ينزل منطقه الصدر دائما بنصح يكون عندك ما تلبس تي شيرت او فانيلا عاديه ما يكون لها الكالر هذا على اساس انه يحميك اذا بتلبس تي شيرت عادي ممكن انه يقع الرصاص بصدرك او بالظهر او اذا كان في بعض الناس بيلبسوا تي شيرت او مثلا بلوزه تكون مفتوحه كثير بعض النساء بيلبسوا هذا الشيء فممكن يوقع الرصاص في منطقه منطقه الصدر فهذا الشيء بيأذي فالان اللي بصير انه راح يكون تركيزك على ازاله الرصاصه هذه من من جسمك او الظرف من جسمك على وبعدين بتصير تعرض اللي جنبك واللي حولك لخطر فهذا الشيء دائما بننصح انه ما تعمله اذا وقعت الرصاصه فيك في جسمك اتحمل حرارتها مش راح تاذيك مش راح تقتلك حركتك شوي بهمش اتعلم ولا المره الجايه بتكون تسمع التعليمات اللي احنا بنعطيك اياها على اساس ما تتعامل وما تتعرض للوقوف في هذا الشيء مره اخرى دائما ايضا بنصح بالتيشيرت او القميص اللي تلبسه يكون كم طويل على اساس يحميك من الشمس ويحميك ايضا من الدخان والرصاص اللي على اساس انه ما ينزل في جسمك مع الوقت ممكن يؤذيك ممكن يسبب لك تسمم بالرصاص بسموه lead ودائما بقول يعني في ناس بقولوا طب الدنيا حر وكذا بقول مش مشكله بتحمل الحراره او بتحمل اني اعرق بتحمل اني يعني ان يكون الجو حامي ولا اتحمل انه الشمس تحرقني وتاثر علي لمده كم يوم بعد هذا الشيء الان نيجي بالنسبه للبنطلون لو كان بنطلون الخدمه بيكون ممتاز اذا بنطلون اللي بتلبسه كل يوم ايضا بيكون ممتاز مش مشكله، لكن ما بنصح انك تلبس بنطلون رياضه لانه ما في مجال توضع عليه الحزام والجراب على اساس تتدرب فيه بالشكل اللي انت يعني بتحمل سلاحك كل يوم، الا اذا كانت هي طريقتك في حمل السلاح كل يوم، ما بنصح فيها لكن هذا الشيء اللي انت بتعمله هذا بيرجع كل الامر، ما بنصح بلبس البنطلون القصير او اللي بسموه الشورت او الفساتين او التنانير، بالنسبه للاحذيه ما بنصح تلبس حذاء يكون له كعب عالي او اللي بسموه او ما تلبس الفليب فلابس او اللي بسموه الشحات او ما تلبس هذا الشيء البس حذاء يكون مغطي لقدمك ايضا ما تلبس يكون كعب عالي اذا بدك تلبس حذاء الخدمه او اللي بسموه البوستار ممكن هذا الشيء دائما بنصح فيه لانه هذا الشيء اللي انت في الوظيفه ايضا بنصح به دائما احمل السلاح الصحيح الرصاص الصحيح المخازن الصحيحه العيار الصحلي, الصح للمسدس الصح ما تحمل يعني اي شيء وتقول خلاص انا بدي ارمي فيه فدائما آه خلينا نقول السلاح الفارغ هذا اذا هذا السلاح مثلا اللي هو 1911 دائما بستخدم مخازن ل 1911 تاكد انه المخزن اللي معك هو للسلاح اللي معك كذلك الرصاص آه في رصاص اللي بيستخدمه للخدمه هو اللي بيعطوك اياه في المركز وكذلك رصاص الرمايه للـ او للتدريب ممكن هذا الشيء اللي انت تشتريه من عندك او اذا كان المركز هو اللي بيعطيك اياه فاستخدم دائما الرصاص الصحيح او العيار الصحيح استعمل ايضا الجراب الصحيح او الهوستر او البيت الصحيح للمسدس اللي معك ما تستخدم حيا اي شيء اللي ممكن يوقع السلاح منك هذا الشيء بيذيك وبيضيع السلاح منك بصير يعني كثير ممكن يعرض لحوادث خطيره دائما بنصح تحمل مخازن زياده احنا عندنا بالشرطه بنحمل تقريبا ثلاث مخازن اللي هو واحد بيكون بالسلاح واثنين على على الحزام في بعض الافراد خصوصا مع الظروف الاخيره والاشياء اللي بتصير يعني ضدنا الان ممكن انك تحمل ثلاث مخازن زائد واحد أربعة يعني ويكون عندك أيضا بالسيارة بالدورية أو بالشنطة الخدمة يكون عندك زيادة هذا الشيء لا يضر بالنسبة للمدنيين مش راح تحمل أنت معك يعني سبع أو ثمان مخازن لكن بنصح لما تروح على الرماية كذلك للزملاء يكون معك مخازن زياده هذه فقط لرصاص التدريب على اساس انه صار ما صار وقررت انك تستخدم رصاص الدفاع عن النفس او انك ترجع للوظيفه جاءك بلاغ على السريع لازم ترجع للدوام ما يكون معك ما يكون مضطر انك تستخدم السلاح او تستخدم عفوا المخازن نفسها اللي تستخدمها للرمايه او للتدريب تستخدمها للوظيفه اتاكد انه الرصاص اللي بتستخدمه ما يكون نوع مثل اللي معاد تعبئته لانه في بعض الشركات بتلغي الضمان على السلاح اذا كنت بتستعمل هذا النوع من الرصاص، او في انواع من الرصاصات الروسيه، مش راح اقدر اقول لك اي شركات لكن ممكن لانه ممكن يختلف هذا الشيء من بلد لاخر، لكن استخدم الرصاص المناسب للمسدس المناسب. بالنسبه للزملاء المدربين الاشياء اللي لازم نعملها او لازم تكون مسؤوليتنا دائما لازم يكون معنا صندوق للاسعافات الاوليه. إذا كان عندك مجموعة معينة مثلا خلينا نكون مدنيين أو كذا لازم نعرف, نعرف مين اللي موجود معنا عنده خلفية مثلا في التمريض أو في الطب أو في المجال الإسعافات على أساس إنه في حالة لو صار أي مشكلة أو صار أي تأذى أي شخص من خلينا نقول ممكن أصيب برصاص مثلا يعني بخطأ من واحد آخر أو مثلا أصيب بضربة شمس أو كذا يكون معنا شخص متدرب على معالجة هذه الحالات يكون عنده الـ التدريبات اللازمه فلازم تكون عارف المكان اللي انت فيه خصص بعض الاشخاص المتدربين اللي عندهم الخبره في الاسعافات الاوليه يكونوا عارفين وين هم يكونوا عارفين العنوان فيما لو اضطررنا نتصل على سياره الاسعاف او على الشرطه او على النجده ان كل من احنا في المكان الفلاني في الموقع الفلاني على اساس يجوا للمساعده عدا عن الاشياء هي بالنسبه للمدربين الاشياء اللي ذكرناها في اول الفيديو عن اللي الاشياء اللي لازم يكون حاملينها بالنسبة للمدربين لازم يكون معك نفس الأشياء لكن لازم نختلف بحاجتين أو نضيف حاجتين أو ثلاث على هذا الموضوع اللي هو لازم يكون معنا فيست أو تي شيرت أو القميص اللي بيكون لابسينه يكون لون مميز طبعا المدنيين مش رايحين يجوا على الرماية بهذا الشكل إلا إذا طبعا هذا كان سياسة المركز أو المكان اللي أنت بتشتغل فيه أو نادي الرماية اللي أنت فيه أو بتدرب فيه يكون معنا حاجه من هاي القبيل او اذا كان معنا شيء اللون الاحمر دائما المدربين نحن بنكون عندنا بنلبس شيء لونه احمر على اساس بيميزنا عن غيرنا كذلك ممكن نوضع على الفست من الخلف يكون مكتوب عليها مدرب على اساس يكون هذا الشخص المميز اللي هو يكون مسؤول عن التدريبات فيما لو صار اي شيء نعرف مين المسؤول عن المنطقة أو عن المكان هذا الكفازات مش شرط لكن يعني فكرة لا بس بها أن نستخدم الكفازات هذه اللي بيكون عليها العواكس على أساس تعطي اشارات للمستخدم او للمتدربين معك. أه شيء اخر ممكن تستخدمه اللي هو أه صفاره بيكون صوتها عالي جدا، يعني اسمعوا. يعني الصوت عالي جدا ممكن انه تعطي اشاره الرمايه فيها أه تتفق انت والمستخدمين او العناصر اللي معك أه شو كل شو الصفاره معناها. وقف او كمل او ارمي او او ممكن تستخدم السماعه اللي بتشتغل على البطاريه او كذا على اساس انه يكون الصوت عالي تعطي الاوامر فيها، في بعض يعني اماكن الرمايه بتكون على تقنيه عاليه، ممكن يكون فيها غرفه للكنترول الأهداف المتحركه للصوت تعطي السماعه تعطي الاعلانات او كذا على اساس الجميع يسمعك بشكل واضح. فالصفاره ممكن تستخدمها في حاله لو ما كان في سماعه لكن اذا كان في سماعه بيكون احسن واحسن لكن مو شرط لكن اذا كان عندك عدد كبير من المستخدمين او من الرماة يعني خلينا نقول 15 20 او اكثر احسن انك تستخدم السماعه وكذلك اذا كان عندك اكثر من اربع اشخاص لازم لكل اربع اشخاص يكون معك مساعد مدرب على اساس انه يكون يعامل كنترول وسيطره على المستخدمين فما يكون عندك خط واحد في 20 واحد وتكون انت تحاول تسيطر عليهم لوحدك هذا الشيء بعرض الجميع لخطر فلكل اربعه يكون معك واحد ثالث او شخص ثاني فيعني اذا عندنا اربع شخص متدرب ممكن تقسمهم على خمس مراحل او ممكن تعمل تحط معهم مثلا خمس اشخاص اللي يساعدوهم او اربع اشخاص على الاقل لكن مو اقل من من ذلك يكون خمسه او اكثر بيكون احسن ويكون كلهم تحت امرتك انت المدرب المسؤول المشرف المسؤول عن الرمايه، يعني مش كلنا الكل صار طباخ والكل صار مسؤول والكل صار يعني بده يعطي اوامر وكذا، لا لازم هذا الشيء يرجع لشخص واحد معين هو المسؤول عن الرمايه، هو المسؤول عن الرماة واي شيء بيرجع القرار له، لكن اللي موجودين معك فقط للسلامة هم للسلامه وانهم يديروا بالهم ما حد يلف على اليمين او على الشمال ويكون معه السلاح بايده وممكن يصوبه على شخص ثاني شيء اخر بنصح فيه اللي هو يكون عندك مسدس للتدريب مو شرط انه يكون يعني حقيقي ما بنصح انه يكون الحقيقي دائما يكون شيء مثل هذا يكون احسن وامن للجميع بيكون بلاستيك على اساس انه في حاله بدك تعطي شرح زياده لاحد العناصر ممكن تستخدم هذا السلاح بسموه تريننج آه، مو شرط الموديل او الصناعه او الكذا المهم يكون شيء من هذا القبيل على اساس انه لو بدك تشرح شيء زياده للمستخدم تعطيه فكره احسن ويكون آه، مرتاح البال ما يكون يعني خايف اذا كانت صوبت السلاح باتجاهه. شيء اخر انصح فيه اللي هو السبيد لودر او الماجازين لودر اللي هو آه، لتعبئه المخزن بشكل سريع، قلنا انه مثلا ممكن نوضع بهذا الشكل نوضع وبنعبي الرصاص بهذا الشكل على اساس انه اذا كان عندك الدوره اللي تعطي فيها او اللي بتاخذ فيها فيها رصاص اكثر من الوضع المعتمد المعتاد يعني بدك ترمي 200 او 300 او 500 رصاصه او 1000 او كذا فلازم بنصح انه يكون هذا الجهاز معك مش شرط انه يكون لكن بنصح فيه على اساس انه يحمي ايدك من الرصاص لما توضعه في المخزن كثرته ممكن يعني يسبب لك مضايقات الشيء الاخير ممكن انصح فيه اللي هي المعدات اللازمه لتنظيف الاسلحه مثل الفرشاه المعدات اللي تفك التركيب ايضا الزيوت الخاصه في تنظيف الاسلحه بتمنى ان تكون الماده عجبتكم اللي عنده اي اسئله او تعليقات على هذا الموضوع او اللي عنده خبرات مختلفه بالنسبه للرمايه وشو الاشياء اللي لازم نكون نعملها او ما لازم نعملها بالنسبه للرمايه يا ريت تكون اياها بالاسفل يعطيكم العافيه ابعدوا الاسلحه متناول الاطفال وتذكروا ان الاسلحه هي للدفاع عن النفس وليست للعب فالمدربين هي مسؤوليتكم انه توقفوا اي اللي احنا بنسميه اللعب والفلسفه الزياده بالنسبه لي في الاسلحه يعني امنعوها وعاقبوا اللي بيعملوا هذا الشيء وكونوا من حدهم يعطيكم العافيه وبشوفكم مع فيديو جديد معكم الضابط عزام من قناه الشرطه والامن